الاثنين اللي فات اذاعه شمس افلام تستقبل الفنانه روضه بن عبد الله في حصه ملانهار. المده هذه الفنانه التونسيه الشابه قاعده تعمل في جوله اعلاميه للتعريف بالعرض نتاعها جديد. تحس اللي فما برشا روشيرش في الخدمه نتاعها، تحس اللي سي توت ان سبيكتاكل، ما اختارتش الطريق السهل نتاع الفن. ونعرفوا احنا توا اليوم معناها الناس الكل تميح اكثر للكوتي كوميرسيال، اعطيهم الاغنيه الخفيفه والهشك بشك كيما نقولوا اللي باش تدخل اكثر ممكن مثلا من مبيعات. روضة تخدم في إطار ورشة مع أصحابها وخاصة مع فنانين تتعامل معهم فنيا. المدة هذه خدمة كبيرة قاعدة تصير على العرض اللي روضة مراهن عليه برشا برشا. الكونسيرفاتوار هو البلاصة اللي تنجم تقول احتضنتني واحتضنت البروجي متاعي. نجي ونبرفو في الكونسيرفاتوار، نعمل ديكور دو شان معناها في الزيدة هوني، نتلمو كي تبدأ عنا غيونيون باش نحكي ونتلمو هوني. عرض كوتايتي هو تجربة لحنية جديدة مع منى شتورو. باتريمون ميوزيكال نتاعنا هي لي تري ريش دي ريتم نتاعنا البوبولير كيما البوسيغا كيما الدور حوزي كيما طبوعنا وموسيقتنا التونسية اللي معناها تنجم لاحظنا اللي قاعدة تضمحل قاعدة الديسباري بتيت بتي ما عادش نسمعوا فيها. معناها فيفو با قاعدين نسمعوا في موسيقى ياسر مبدلة ماهيش نتاع تونس، دونك نحبوا نرجعوا لا ميوزيك تونيزيان نرجعوها لليماج لافون بلون ونحاولوا نقدموا بها، نحاولوا ندخلوا عليها دوتر انسترومون اون اوتر ريشيرش موزيكال. عرض كوتايتي هو تجربة لحنية جديدة مع منى شتورو. أسرار خدمة فنية للمخرج إبراهيم زروق مع فرقة موسيقية فيها 10 موسيقيين بقيادة الموزع سامي بن سعيد. روضة ما اختارتش ثنية سهلة موسيقيا، أنا ما اختارتش ثنية اللي فيها اللي فيها البوز فيها الكلمة فيها ما يطلبه المستمعون. عرفتك الأغاني اللي نسمع فيها كل يوم أنا المينستريم. الحاجة اللي تهمني زادة في المشروع على روضة الموسيقي أنها تخرج شوية للضوء لا ديفيرسيتي معناها التنوع الموسيقي اللي موجود في الموسيقى التونسية، خاطر احنا كي نحكيو على الموسيقى التونسية عندنا أكثر الوقت نخمو ديما في الموسيقى التونسية الكلاسيكية، نحكيو على المالوف نحكيو على كذا، الوقت اللي ثم برشا أنماط موسيقية أخرى. السبت اللي فات 6:30 في الريوف العاصمة روضة حضر في روحها لاستقبال الجمهور متاعها. روضة عندها لوك مميز وحضور ملفت وخاصة عندها تصور خاص للراقصين وللعرض متاعها. حاب نكون نشبه لروحي، ما نجمش نكون بمكياج ولا بشعر ما يشبهنيش، غيان كو باش نعجب الجمهور لازم نكون راضي على روحي ونعجب روحي فرحانة بروحي معناها باش نجم نعجب العباد. بالطبيعة فما اسبري جون في الارانجمون في الخدمة، دونك هاك شوف ديجا الفرملة ولبسة بونتالون جي. الجمهور بدا يدخل للصالة، أكثر من 500 متفرج خذوا بلايسهم ما بيناتهم السيد محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية. قطعتي بديت حبيت نحكي فيه على تجربتي أنا الخاصة. كان شعري طويل، قصيت شعري كي عبد يقص شعر ومرات يقص معاها برشا حاجات عاشهم برشا تجارب توجع يقصهم مع قصة شعره برشا حاجات أكيد تعلم منها تخليه يشوف الدنيا بتصويرة أخرى. 7:30 تدخل روضة بن عبدالله للجمهور، 1:30 مع 10 أغاني، 7 غنيات جدد و3 إعادات، غنيات اللي فات وعلاش ودانا دانا، وتميزت روضة بن عبد الله في أداء أغنية بين الوديان. عرض ممتاز لأنه فيه شخصية تونسية وفيه زادة كذلك تفتح، فيه زادة كتيبة جديدة، فيه لون جديد أفريقي غربي، فما اجتهاد كذلك حتى في مستوى التوزيع، فما مستوى حقيقي يعني إن شاء الله يقع حظه العرض هذايا في تونس وخارج تونس.
قطعتي خدمة على الشو. مع الموسيقى حاولت روضة باش تقدم كل غنية بتصويرة وحكاية ورقصة، خدمة خلت الجمهور ما يقلقش ويتفاعل مع الضوء مع الحركة مع الموسيقى ومع الكلمة. C'était des belles chansons, très nostalgiques. Et en plus, j'aime beaucoup le style. Man. Le khalta bin le gombri ou ma chabi tounsi ma gombri ma stambeli, taklit ahlawa barj. Rada bin Abdallah, 29 سنة. بعد جائزة أحسن عارف الموسيقى التونسية أسرار عمناول في أيام قرطاج الموسيقية، الفنانة التونسية ما عرفتش ترتاح. والأكيد أنه بعرض قطعتي روضة ناوية تمشي بعيد برشا.